بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنت اتكلمت مع حضراتكم امبارح عن خلق الرفق، وأن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا يقول لسيدنا رسول الله في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقلت لحضراتكم إن الرفق معناه لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالسهل. كان سيدنا النبي هين لين هش بش بسام ضحاك صلى الله عليه وسلم، لم يكن متعنتا ولا فاحشا صلى الله عليه وسلم. الرفق إن يبقى الإنسان متخلق بالرفق مع كل المخلوقات في بيته ومع الناس وخارج البيت حتى مع الحيوانات. الرفق له صور كثيرة، نذكر بعض هذه الصور. أول صورة من صور الرفق: الرفق بالنفس. رب العزة يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن الله لا يمل حتى تملوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له في القرآن دعاء يدعو به ونحن ندعو به: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني قليل دائم خير من كثير متقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه، أنا هصلي قيام الليل من العشاء للفجر، يصلي 100 ركعة وتاني يوم ينام ما يصليش قيام الليل. لا، لو أنت حافظت على صلاة العشاء جماعة وعلى صلاة الفجر جماعة لكان أولى وأفضل. لذلك سيدنا النبي دخل في يوم إلى بيته فوجد حبل ممدود بين الساريتين في المسجد، فبقول لهم: لمن هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. يعني بتقف تصلي ولما تتعب من الصلاة تقوم تمسك بالإيه؟ تمسك بالحبل لتتقوى على القيام والوقوف بين يدي الله. شوف سيدنا النبي قال إيه؟ قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. يعني لو تعبان ينام. وسبحان الله، لو الإنسان معتاد أنه يقيم الليل وأنه يقف بين يدي الله بالليل وجه في ليلة من الليالي نام، شوف ربنا يقول للملائكة إيه: يا ملائكتي أشهدكم أني كتبت ثواب القيام لعبدي وهو نايم، وأشهدكم أني جعلت نومه صدقة عليه. الله أكبر على رفق الله بعباده وعلى رحمة الله بعباده. في يوم من الأيام واحد جاء لسيدنا رسول الله اسمه الباهلي، فبيقول لسيدنا النبي: أوصني يا رسول الله. فسيدنا النبي أوصاه، فالرجل ذهب وعاد بعد سنة، فبيقول للنبي: ألا تذكرني يا رسول الله؟ فسيدنا النبي لم يتذكر الرجل. الرجل كان حسن الهيئة وحسن المنظر، وقد تغير حاله وهيئته، شكله تغير. فقام سيدنا النبي بيقول له: من؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول، أنا جئت لك من سنة يا رسول الله. فقال: وما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ ده أنت كان شكلك كويس ولبسك ومنظرك كويس، إيه اللي غير حالك؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. يعني بقالي سنة يا رسول الله صايم طول السنة، بصوم كل يوم، ما بأكلش إلا بالليل. فقال صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، صم ثلاثة أيام من كل شهر، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالرجل قال له: يا سيدنا النبي، أنا أقدر أزيد عن كده، إن بي قوة فزدني. فقال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني الأشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر رجب، أكثر من الصيام فيها لأنها أشهر مباركة. يعني الرفق بالنفس يقتضي من الإنسان أن الإنسان يخفف عن نفسه. إن الله لا يمل حتى
حتى تملوا، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. الصورة الثانية من صور الرفق، الرفق مع الناس عامة. يعني إيه الرفق مع الناس عامة؟ يعني الإنسان يبقى رفيق بخلق الله سبحانه وتعالى. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تبقى رفيق مع خلق الله، تتعامل مع الناس بلين، برفق، برحمة، برأفة، بلطف، بشفقة، تتعامل مع الناس وتضع نصب عينيك أن هذا الخلق الذي تتخلق به مع الناس من الرفق واللين يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لما ترفق بالناس ربنا هيرفق به. حتى سيدنا النبي يقول في الحديث: من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيء فشدد عليهم فاشدد عليه. ده ربنا بيبين لنا سبحانه وتعالى إن الإنسان اللي بيرفق بالناس ربنا بيرفق بيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أيضا من صور الرفق الرفق بالمدعوين، والرفق بالحيوانات، والرفق بالخادم. هكمل الحديث عن بقية صور الرفق في الحلقة القادمة إن شاء الله. أروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب.